وكل الامل بكره ان يكون بكاري جسامه في الموعد، بس مش في نفس مواعيده السابقه، لان احنا عندنا مواعيد سلبيه كتيره جدا سابقه مع بكاري جسامه. بص احمد، احنا فلسفتنا في الفقره دي مختلفه. احنا كاعلام خاص بالنادي الاهلي، حجم الخطا اللي اسامه شرحه ده ركزنا عليه قد ايه؟ اخر حاجه معانا في الفقره الخاصه بمباراه سان داونز، هي دي فلسفتنا. اكيد بنقف عند الاخطاء، واكيد ده حق للنادي الاهلي، ولكن لا نتناول ده بشكل يؤثر على النادي الاهلي فنيا. حابب اقول للاعبين، وحابب اقول للجمهور اللي بيتفرج علينا، لما احنا بنتكلم عن اخطاء بكاري جسامه، كل واحد فينا ليه دور. الجهاز الفني دوره تحضير للمباراه، اللاعبين دورهم التركيز داخل المباراه بعيدا عن الحكم تماما، الاعلام، وزي تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ اللي قال فيه ان الحكم هيكون له دور كبير في نجاح المباراه من عدمها. ورغم معاناتنا مع الاخطاء التحكيميه خلال الفتره الماضيه، الا ان كابتن سيد اكد ان نتمنى ان المباراه تخرج بشكل بعيدا عن اي اهواء تحكيميه. هي دي الفكره، مدير الكره بيعمل دوره، الاعلام بيعمل دوره في الضغط على الحكم بشكل ان انا اخد حقي، اللاعبين عليهم دور فني، ده اللي لازم نبقى فاهمينه. ده كلامنا عن بكاري جسامه مش معناه ان انت بكره انزل الملعب بخلفيه ان الحكم هيؤثر عليك اطلاقا، وده ملوش اي معنى من اللي احنا بنتكلم فيه، انما احنا بنتكلم في معنى اخر، ان احنا نرصد كيف يدير بكاري جسامه ومبارياته، ونتمنى ان الخلفيه الذهنيه عن بكاري جسامه لا تتكرر في مباراه الغد يا احمد، لان نستعرض النتائج، ولكن الاهم مش النتائج بس، الاحداث اللي حصلت خلال النتائج. هو اكيد بكاري جسامه له سلبيات كتير معانا، برغم ان لو استعرضنا نتائج الفوز اكيد للنادي الاهلي اكتر، لكن احنا بنحذر من فكره بكاري جسامه وبنثبت موقف، خاصه ان المباراه بتاعه الغد الفايز منها هيقابل الفايز من الوداد والنجم الساحلي. فحذاري لعيبه النادي الاهلي من فكره الانذارات، لان دايما قلنا الشيطان يكمن في التفاصيل، وبكاري جسامه ذكي جدا وشاطر جدا في فكره التفاصيل اللي ممكن تفقدك تركيزك بالتحكيم. ركز في المباراه، ركز في هدفك ايا كان الحكم، ولكن الكلام ده بس عشان نوضح بكاري جسامه او دور التحكيم الافريقي. زي ما استعرضنا ركله الجزاء غير المحتسبه، كمان بنستعرض تاريخ بكاري جسامه مع النادي الاهلي اللي ادار عدد 9 مباريات للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين فوز النادي الاهلي 4 مباريات، يعني الفوز اعلى، الهزيمه في 3 مباريات فقط لا غير، التعادل 2، بطاقات صفراء 18 وبطاقه حمراء واحده، 18 بطاقه صفراء يعني معدل كل مباراه في 2 كارت اصفر. الاهم عشان بس الناس ما تبصش لفكره ان النادي الاهلي فاز 4 مباريات، لا، بكاري جسامه كان في مباريات الحساسه جدا للنادي الاهلي كان له سلبيات، والاثر الاصعب هو فكره ان هو يجي لك في مباراه انت محتاج فيها الفوز ويحرمك منها، على عكس مثلا مباراه في المجموعات. واعتقد هنستعرض يا فارس اخطاء بكاري جسامه بالفيديو. هنبدا مع اخطاء بكاري جسامه. عندنا في 2012 مباراه الاهلي والملعب المالي، استاد مالي في مالي. المباراة دي لو بنشوف ضربة جزاء واضحة جدا للنادي الأهلي في المباراة اللي خسرها النادي الأهلي 1-0 لم تحتسب، وأخطاء واضحة جدا، صعب جدا إن دي تتحسب، إن الحكم يتغاضى عن احتسابها ركلة جزاء. لا دي من لا خارج ركلة المنطقة الجزاء الأول. دي خارج المنطقة، لكن الحكم المفروض إن أنا رايح مواجه للمرمى طرد، مفيش طرد. طب معانا ركلة الجزاء كمان بالظبط، الحارس محرك ايديه في اتجاه اللاعب بعد ما الكره عدت خالص، الكره هنا مش في مسار الحارس اطلاقا، الكره عدت، اللاعب الحارس نزل في توقيت متاخر عشان يحاول يمنع الكره، ودي الكره الاولانيه دي اللي محتاجين كمان نقف عندها، ده التحام غير مبرر وغير مفهوم، وكان مفترض يتحسب فيه ضربه جزاء. الفكره ان التفاصيل الصغرى تصنع النتائج الكبرى، التفاصيل الصغرى تصنع النتائج الكبرى. المباراة دي انتهت بخسارة النادي الأهلي 1-0، جينا هنا في مباراة العودة، مباراة لا تنسى لولا نزول أبو تريكة وتسجيل ثلاثية عشان تنتهي المباراة 3-1 وناخد البطولة في النهاية في 2012، كان ممكن الأخطاء اللي أنت ما خدتش حقك فيها دي تخليك مش بطل النسخة بتاعة 2012. وعشان كده بكاري جسامة حكم ذكي جدا، أخطاؤه ليست بالفادحة بشكل كبير، ولكن هو يجيد التعامل كحكم، يخرج من المباراة باللي هو عايزه وهو سايب إيديه بالبلدي. كده عندنا ملف الوداد والنهائي الشهير،
طبعا ملف الوداد ده ملف اصلا شائك، وكان واضح من مباراه الذهاب تحديدا سيما املاك الحكم الاثيوبي والتغاضي عن ركله الجزاء لوليد ازارو، وتستكمل في الجانب الاخر في الوداد. يمكن الاخطاء ما كانتش على طريقه ركله الجزاء، ولكن في اخطاء منعتك من انك بالفعل تسجل اهداف. استعرضنا قبل كده وردنا قبل كده على الزميل احمد رفيف في موضوع بكاري جسامه في ماتش الوداد، لكن عندنا كمان كابتن وائل جمعه كان له جدل دائر حوالين حكم بكاري جسامه مباراه الوداد مع جمال الشريف. نطلع نشوفه ونرجع تاني. هذه كرة، الكرة الموجودة هذه غير مؤثرة، يستمر اللعب، الحكم يأمر باستمرار اللعب لأن لاعب الأهلي رمى رمية التماس، كان هناك أحد الشباب الذين رمى الكرة باتجاه الملعب، لكن هذه الكرة غير مؤثرة، الملعب الكرة في ملعب مكان آخر، ليست لها تأثير على مجريات اللقاء. نلحظ طبعا أزارو في موقف تسلل بلا شك، لكن الكرة لعبت باتجاه مؤمن، مؤمن كان في موقف صحيح، الحكم تسرع باتخاذ القرار نتيجة أن يوسف خرج في محاولة ولا لا وجود. انا طبعا دقيقه 82 في حاله اللي واحنا بنتفرج على تسلل هي حاله تسلل، الحاله هي الاخيره، عبد الله السعيد يمرر الكره باتجاه مؤمن زكريا، مؤمن زكريا كان هذه الحاله تلعب الكره باتجاه مؤمن زكريا، مؤمن كان موقف صحيح، لكن نلحظ ماذا فعل مؤمن واستمرت اللعبه. لو احرز هدف كابتن لقلنا. الرجل اول ما الكره راحت لمؤمن رفع صحيح. انا مش هو رفع يعني. هو تسلل، هو خطا بعمليه التقييم. هناك خمسه حالات تسلل، اثنتين خاطئتين، هذه واحده منها، الحكم طبعا متقدم ليس مع اخر ثاني مدافع، لعبت الكره باتجاه مؤمن لم يتصرف فيها، لم يذهب باتجاه المرمى، لعبها الى الخلف واجي استمر يعني لو كانت جت جول يا كابتن جمال كان هيلغيه الحكم، كان هيلغيه تمام. الكابتن جمال الشريف دايما كان له يعني اخطاء، يعني حاجه في التحليل التحكيمي غير طبيعيه جدا، حتى على المستوى الاوروبي مشكله مع الاهلي وميوله. لا ده على المستوى الافريقي مشكله مع الاهلي، وحتى على المستوى الاوروبي كان دايما كاسيميرو لا يستحق الطرد وحاجات كده اللي بيشجعوا ريال مدريد وبرشلونه في الوطن العربي. فيمين كويس قوي اتجاهه وميول الكابتن جمال الشريف سواء عالمي او على الناحيه المحليه، واعتقد الكابتن ابو تريكه احرجه قبل كده في ركله جزاء وليد ازارو اللي كان مصر انها مش ركله جزاء، ثم في مباراه ارسنال وتشيلسي اقر بنفس الكوره كوبي بيست انها ركله جزاء. دلوقتي بيتكلم في فكره ان الحكم صفر، شوف مؤمن زكريا عمل ايه، ما هو الحكم صفر خلاص الكوره انتهت، الفرصه اتقتلت. الاهم التسلل اللي كان في الشوط الاول اللي وليد ازارو بقى هو والمرمى، انت هنا ده اللي بنتكلم فيه. التسلل حامل رايه، ولكن احنا بنتكلم عن حكم تحكيمي يقدر يحجمك، تقدر تطلع من المباراه، مفيش خطا فادح ضدك، مفيش ركله جزاء غير محتسبه، لا لكن منعك من انك تسجل كره لوليد ازارو. والكره في الدقيقه 80 مؤمن زكريا لو مفيش صفاره حكم كان يقدر التصرف بشكل مختلف سواء من مؤمن او من جونيور اجاييه، 1-1 تعيد المباراه لنقطه الصفر وتلعب ركلات ترجيح. هو ده اللي احنا بنحذر منه في بكاري جسامه والذكاء في التعامل، ونركز على نقطه اللي حابب اقولها، اوعى تنشغل بفكره الحكم وتسيب الكره الثابته او الفاول يتلعب وانت مش واخد بالك، بيجيدوا تماما صن داونز الكره دي.